هذا السؤال يقول: يوضح الجدول أدناه عدد الطلاب الجامعيين الذين يمارسون الرياضة بشكل منتظم. إذا اختير طالب عشوائيا فأوجد احتمال أن يكون الطالب ممن هم ضمن المنتخب الوطني، علما بأنه في السنة الثالثة. بعدين أعطاني جدول وأعطاني اختيارات. خلينا نفهم السؤال. قل لي في الجدول في عدد طلاب جامعيين، طيب بعدين اخترنا واحد منهم عشوائيا، يبغى نشوف ايش احتمال انه هذا الطالب اللي اخترناه عشوائيا يكون من المنتخب الوطني، يعني هذا هو المطلوب، علما انه في السنة الثالثة. يعني هذا نعرف اللي اخترناه، نعرف انه من السنة الثالثة، هذا الشيء اللي معروف. الشيء اللي معروف معناته الشرط اللي تحقق هذا خلينا نسميه الحادثة A، احتمال انه يكون من ضمن المنتخب الوطني هذا خلينا نسميها B اللي هي مجهولة اللي نبغى نعرفها. طيب يعني هنا نحن نبغى نعرف احتمال البي بشرط تحقق الاي، احتمال انه يكون من ضمن المنتخب الوطني بشرط انه في السنة الثالثة، او علما بانه في السنة الثالثة. طيب كونه من السنة الثالثة يعني في الجدول نلاقيها هنا، لو جمعنا عدد طلاب السنة الثالثة هنلاقيهم 312. طيب انه يكون من ضمن المنتخب الوطني، شوف انه يكون في السنة الثالثة وفي المنتخب الوطني، هم هذول 36 شخص هم في السنة الثالثة في المنتخب الوطني، صار هذا هو الاحتمال اللي نبغاه. صار عدد أفراد العينة يعني عدد الطلاب اللي في المنتخب الوطني من السنة الثالثة هم 36، نقسمهم على عدد أفراد السنة الثالثة اللي هم 312، نبسطها تصير 3 على 26 اللي هي 0.115. هذه لو حولناها نسبة مئوية نحرك الفاصلة على اليمين خطوتين تصير 11.5% تقريبا. هذا كان الحل السريع، لكن احنا ممكن نحل بالقانون اللي موجود في الكتاب اللي هو ايش؟ احتمال البي بشرط وقوع الاي حيكون احتمال الاي تقاطع البي، نشوف البي انه يكون من ضمن المنتخب الوطني والان في السنة الثالثة تقاطعهم اللي هو 36، احتمال التقاطع اللي هو 36 نقسمه على عدد فضاء العينة اللي هو هنا جميع الطلاب، لو جمعناهم حيطلع 1180، هذا احتمال الـ A تقاطع الـ B. حنقسمه على ايش؟ حنقسمه على احتمال الـ A. احتمال الـ A اللي هو انهم يكونوا ان يكون الطالب في السنة الثالثة، عدد افراد السنة الثالثة هم 312، نكتبها هنا 312 على جميع أفراد العينة اللي هم 1180، هذا القانون. طيب نحسبها، حتصير 36 على 1180، القسمة نحولها الضرب ونقلب الكسر، صار 1180 على 312، نختصر 1180 مع 1180، تبقى عندي 36 على 312، هي نفسها اللي جبناها أول، نحسبها حتطلع 0.115 اللي هي 11.5% نسبة مئوية. طيب المطلوب الثاني يقول لي: أوجد احتمال أن يكون الطالب ممن هم ضمن المنتخب الوطني، علما بأنه في السنة الأولى. علما بأنه يعني هذا هو الشرط اللي تحقق، صار هذا خلينا نسميه الحادثة A، والمطلوب احتمال أنه يكون من ضمن المنتخب الوطني خلينا نسميها الحادثة B اللي هي مجهولة. شوف هو قال لي علما بأنه في السنة الأولى، يعني نحن عارفين أن الطالب اللي اخترناه في السنة الأولى يعني حيكون من ضمن 7 زائد 296 اللي هم 276 طالب. طب إيش احتمال أنه يكون من ضمن المنتخب الوطني؟ شوف عدد أفراد المنتخب الوطني 7، يصير الاحتمال حيكون 7 من 276، يعني احتمال البي انه يكون من ضمن المنتخب الوطني علما بانه في السنة الاولى، السنة الاولى متحقق، حيكون 7 على 276، 7 اللي هم عدد افراد المنتخب الوطني على مجموع طلاب السنة الاولى اللي هم 276، وهذه تطلع 0.0254. نحولها للنسبة المئوية، نحرك الفاصلة ناحية اليمين خطوتين، صار 2.54%.
اللي هو الاختيار بي.